السلام عليكم، رمضان مبارك وصياما مقبولا. أعلنت أمريكا نيتها نقل سفارتها إلى القدس قبل شهور، ونفذت قرارها قبل أيام. آلاف القتلى والمصابين في مسيرات العودة الفلسطينية في غزة بنيران بنادق إسرائيلية تحت عدسات البث المباشر. في سوريا مقتلة شعب شرد وهجر وصارت بلاده ركاما. في مصر شعب يقاتل من أجل لقمة خبز في دولة تعيش على أطلال دور سياسي إقليمي كان قويا. في العراق دولة منقسمة على نفسها وشعب طحنه الفساد السياسي وما تفرع عنه من كوارث. في الخليج العربي يفتك صراع الإخوة الأعداء في آخر مظاهر التماسك والاستقرار السياسي في المشرق العربي. هذه بعض صورة للمنطقة العربية وهي تستقبل الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية وسط سؤال يشكل مجرد طرحه نكبة عربية جديدة. السؤال: هل ما زال العرب يعيشون شعور النكبة؟ حول هذا السؤال تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. طيب الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. أهو إحياء لذكرى نكبة قديمة أم أن الفلسطينيين على موعد مع نكبة جديدة؟ عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين الفلسطينيين ضمن مسيرات العودة الكبرى على التخوم الشرقية لقطاع غزة، تزامنا مع الذكرى 70 لنكبة فلسطين بإعلان دولة إسرائيل المزعومة. ذكرى النكبة تتزامن هذه المرة مع نذر نكبة جديدة ربما تحمل الأسوأ بالنسبة للشعب الفلسطيني. فالولايات المتحدة نقلت سفارتها لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس، معلنة المدينة المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال. ليس ذلك فحسب، بل إن الحديث يدور عن قرب الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية. اللافت أن معظم الدول العربية باتت غائبة أو ربما عاجزة عن القيام بأي دور لصالح الفلسطينيين، حتى أن بعض بيانات الشجب والاستنكار التي كان البعض يتندر عليها أصبحت هي الأخرى شبه غائبة. موقف عربي رسمي يفسره محللون بالقول إن أكثر الدول العربية ما عادت تمتلك القدرة على مناوئة الإرادة الأمريكية والصهيونية، وإن فعلت فهو إجراء شكلي فقط بهدف رفع الحرج عن الحكومات المنخرطة أصلا بحسب المحللين في تنفيذ المخططات الأمريكية لفلسطين والمنطقة. أما عن الشعوب العربية فقد أنهكت على ما يبدو من الحروب الداخلية والصراعات الإقليمية، فانكفأت على ذواتها منشغلة عن فلسطين بما حل بها ولا يزال من مصائب وانتهاكات، فلم تكن ردود الفعل الشعبية بقدر ما يجري على أرض فلسطين ولا بقدر أهميتها كقضية أولى للعرب وللمسلمين. مشهد عربي يبدو مأساويا بالقدر الذي يمهد به لتمرير ما يحاك للمنطقة من مخططات عبر صفقة القرن وغيرها من الصفقات في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن وغيرها، ما لم يستدرك العرب ما فاتهم. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ إدريس ربوح المحلل السياسي، ومن اسطنبول الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من فيينا الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. أهلا بالجمع الكريم. بداية معك أستاذ إدريس، يعني هل كيف يمكن رصد الواقع العربي الرسمي والشعبي في تفاعله مع النكبة الفلسطينية وهي يعني تجاوز عامها 70؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم للسادة المشاهدين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. جاءت ذكرى 70 للنكبة وضياع فلسطين من الأمة العربية والإسلامية، والشعوب والدول العربية والإسلامية تعيش حروب داخلية وتعيش وضع مأساوي وهو الأسوأ في تاريخها في تلك 70 سنة الأخيرة، عندما كانت من المفروض هذه الدول أن تكون سند ودعم لفلسطين لاستعادتها وعودتها إلى الحضن العربي والحضن الإسلامي.
تشهد الوضع وضعا متأزما ووضعا مأساويا، وهو سقوط الكثير من الدول العربية في أتون الحرب الأهلية والحروب الداخلية، مما أشغلها على القضية المركزية وهي قضية فلسطين، قضية العرب والمسلمين جميعا. بمعنى أننا نعيش في وضع صعب، لكن هذا الوضع الصعب يحمل بين طياته آمال، هذا آمال متمثلة في المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين ومحاولة الشعب الفلسطيني استنهاض الأمة العربية والإسلامية للعودة للتركيز على القضية المركزية وهي قضية فلسطين. الذي يحدث في غزة ومسيرات العودة تعطي الأمل للأمة بأنها يمكن أن تعود من جديد، لأن الأنظمة العربية هل ما زالت قضية مركزية في ظل هذا التفتت العربي الراهن؟ على المستوى الشعبي لا زالت قضية مركزية، ما زالت الشعوب العربية تحن إلى لعودة فلسطين وما زالت تعمل من أجل عودة فلسطين بجميع الوسائل الممكنة. مظاهر هذا العمل؟ العمل اللي يتمثل في العمل الإعلامي، العمل السياسي، العمل فلسطين حاضرة في كل المناسبات، ليست غائبة في مناسبات العرب رغم المآسي التي يعيشها العرب في جميع الأقطار المكتوية بنار الحروب الأهلية، لكن على المستوى الرسمي هو الذي يغطي الوضع. هناك كشف لواقع مزري وهو كثير من الأنظمة التي انحازت للمشروع الغربي أو تواطأت مع المشروع الغربي، وهذا الذي يفشل أو الذي أعطى صورة مخيبة للواقع، وهو انحياز هذه الأنظمة كثيرة مع المشروع الغربي الصهيوني في المنطقة، يعني وهو الأسوأ في تاريخ المنطقة العربية. دعنا نسمع رأي نبيل شباب. نبيل، يعني برأيك، يعني بعد هذه العقود على النكبة وفي ظل هذا، في هذه الحالة العربية من التردي والتفاعلات السياسية الداخلية العربية، هل ما زالت النكبة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية تحتفظ بحرارتها في شرايين العرب إذا صح التعبير؟ يعني كلمة العرب في الوقت الحاضر للأسف نفسرها تفسيرات عديدة. نحن عندما ننظر للأنظمة التي تحكم البلدان العربية، التي يمكن نقول تتسلط على البلدان العربية والشعوب العربية، هي جزء من هذه النكبة. إما أن النكبة صنعتها منذ البداية، أو هي مشت مع هذه النكبة حيث أرادت لها أن تمشي. منذ مؤتمر فاس على سبيل المثال والمبادرة العربية الأولى، لم يكن هناك حتى حرب 73 آنذاك، إلى مؤتمر بيروت وما كان فيه أيضا من مبادرة تحت عنوان مثلا نحو ليس لنا إلا خيار استراتيجي واحد هو خيار السلام، وفجأة نجد القتال الواقع تجاه الشعوب أو حتى القتال ضد أخطار خارجية أخرى. إذا هم عندهم قدرة على القتال ولكن كانوا يطرحون الخيار. فهذه الواقع إذا كنا نتحدث عن الأنظمة، الأنظمة هي جزء من المرض الكبير الذي نسميه النكبة. شعبيا تحدثت، أنا أقصد شعبيا، سنأتي على الأنظمة في المحور الثاني من الحلقة. أما على المستوى الشعبي في الواقع، مع انتهاد هذه الفرصة لنرسل للواقع التحيات التقدير والاعتزاز بأهلنا في فلسطين وما يقدمون، وهم لا يملكون شيئا، فإذا قدموا شيئا من الأشياء أو تحركوا ولو كان نصيبهم القتل في هذه الحالة، الواقع هذا شيء كثير بالمقارنة مع ما يجري. ثم أن الشعوب، من قال أن الشعوب لا تقدم أو لا تتحرك من أجل فلسطين؟ يا أخي سوريا الواقع عندما يتحرك الشعب هناك يتحرك أيضا من أجل فلسطين، وقد تحرك وأنت تعلم ذكرت أيضا في المقدمة ما وجده شعب سوريا عندما تحرك من أجل تحرير الإرادة العربية، الإرادة السورية، الإرادة الفلسطينية، الإرادة العربية، الإرادة الإسلامية، يعني إرادة الإنسان وقدرته على حكم نفسه بنفسه وعلى صنع مستقبله بنفسه. نعم. هذا الذي لكن عفوا يؤكد يعني هذا أن الشعور موجود. معذرة نبيل، هذا الكلام قد يكون مثاليا إذا ما قيس بكلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما قال في زياراته المتكررة للعواصم الغربية أوروبا وأمريكا، قال إن القضية الفلسطينية لم تعد تحظى بشعبية كبيرة في الشارع العربي. رجل مطلع ويعرف ماذا يقول، رجل غير مطلع ولا يعرف ماذا يقول. لذلك قلت لك منذ البداية هذه الواقع الأنظمة القائمة، وأنا لا أريد أن أخصص نظام بعينه أو أركز الأنظار على مسألة محمد بن سعود أو سواه، إنما الأنظمة بشكل عام سواء كانت عاجزة فهي مسؤولة عن عجزها الذي صنعته خلال عشرات السنين الماضية، أو لم تكن عاجزة وإنما لها أولويات أخرى أو أساليب أخرى أو مرتبطة بالغرب ارتباطا مطلقا، الواقع على جميع الأحوال هي مسؤولة عما تفعل.
أما أن يقول أنه مطلع على الشعب ليس مطلعا على الشعب، وإلا الواقع حتى داخل الواقع إطار الشعب السعودية الواقع نعلم ماذا يحصل الآن، ماذا حصل حتى الآن خلال الشهور الماضية السنة الماضية على الأقل من اعتقالات وسواها لرموز الشعب السعودي الذي لا يزال أيضا يرتبط بشعب فلسطين وبقضية فلسطين، لأننا بنهاية المطاف الواقع شعوب ممتزجة تاريخيا، يعني متداخلة ببعضها تاريخيا إلى درجة استحالة الفراق بين قضية وقضية وبلد وبلد. دعني أسمع رأي الدكتور حسام الشاذلي من فيينا. دكتور حسام، يعني الآن المعادلة في غاية التعقيد، إسرائيل وحليفتها أمريكا تجنيان المكاسب يوما بعد آخر في المنطقة العربية، شعب غزة حصرا أو تحديدا هو يحمل على كاهله عبء المواجهة في ظل غياب عربي لا نرصد ملامح تفاعل عربي حتى على المستوى الشعبي حتى الآن إزاء ما يحدث في غزة وإزاء النكبة الفلسطينية. لماذا هذا الغياب العربي عن التفاعل مع قضية النكبة الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك. أنا أعتقد أنه المشكلة الحقيقية اللي احنا بنواجهها أن عملية تغيير الهوية التي تمت للشعوب العربية والإسلامية في الفترة السابقة كانت في الحقيقة من أخطر الاستراتيجيات اللي استخدمها يعني العدو الإسرائيلي واللي استخدمتها المنظومة الصهيونية من أجل في الحقيقة نزع عملية ارتباط الشعوب المنطقة وزعمائها بالقدس وبفلسطين. وخلينا يعني لكي نرى هذا واقعا سنرى أن ما يحدث في فكرة نزع الهوية الإسلامية في بعض الدول ومنها ما يحدث في مصر على يعني على سبيل المثال، والتغييرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية حاليا، ويعني كل هذه التغييرات وكل هذه الإجراءات السياسية التي تتم بصورة ممنهجة في الحقيقة هي بتنزع فكرة ارتباط القدس وفلسطين بالعرب والمسلمين، لأن في الحقيقة الارتباط الحقيقي هو ارتباط له علاقة بالهوية الدينية، إذا حتى ما اختلفت هذه الهوية الدينية على طبيعتها في بعض الدول سواء كانت دول يعني هوية إسلامية وهوية مسيحية. لكن في الحقيقة أعتقد أن ما يحدث الآن هو من أخطر يعني الاستراتيجيات التي تم استخدامها، كما تفضلت حضرتك بأنه حتى ردود فعل الشارع العربي وردود فعل أجهزة الإعلام في الدول العربية والحكومات وكل هذا أعتقد هو نتيجة يعني مباشرة لفكرة تغيير ونزع الهوية التي تمت ممارستها على يعني عدة سنين، ويمكن ظهرت بصورة واضحة جدا مثلا في مصر في خلال فترة حكم السيسي ونظامه في الأربع سنوات الأخيرة، ويتضح أنها بتتطور بصورة سريعة جدا مع تواجد النظام الحاكم الجديد في المملكة العربية السعودية، لأنه ارتباط القضية الفلسطينية بالشارع العربي والإسلامي هو ارتباط في الحقيقة له علاقة مباشرة بهذه الهوية، وهذا يعني من أخطر الأشياء، لأنه لا يمكن أن يتم. النهاردة احنا بنشوف تعليقات غريبة جدا وبنشوف يعني لقاءات وأحاديث بتتحدث عن فكرة أن الشارع العربي غير مهتم وأن الشارع يعني في الحقيقة له مشاكله، وأنه في الحقيقة ما يحدث في فلسطين هو يعني أو يهم الفلسطينيين، ودي مرحلة أعتقد أنها مرحلة خطيرة جدا إذا استمرت في هذا. يعني أنت أشرت دكتور حسام، أنت أشرت إلى نقطة حقيقة في غاية الأهمية، وهي ربما تقفز بنا إلى محور جديد في الحديث في هذه الحلقة. إلى أي مدى نجحت القوى التي تحدثت عنها في تفكيك العلاقة بين الحاضنة العربية الشعبية وبين القضية الفلسطينية ممثلة بالذكرى السبعين لنكبتها؟ أعتقد أنهم نجحوا في بعض الأحيان إلى يعني إجراء عملية انقسام داخل الشعوب وداخل الهوية نفسها. فإذا نظرنا إلى النموذج المصري بصورة واضحة هنلاقي أنه أصبح من المتداول اليوم بصورة يعني كثيرة جدا هو ما يقال عنه أن هذا الشخص سيساوي وهذا الشخص معارض، بمعنى أنه بقى لدينا داخل الشارع العربي
وداخل الأنظمة العربية بهيكلاتها المختلفة لدينا في الحقيقة نوع من انقسام الهوية اللي أصبح جزء منه بيرى في القضية الفلسطينية عبئا، وبيرى في حماس مشكلة كبيرة، وبيرى ولديه إعلام يروج إلى المشاكل التي سببها حماس في المنطقة ومن هذه الأشياء الكاذبة يعني العديدة. وفي نفس الوقت هناك الفئة الأخرى، وهي في الحقيقة دائما أو في غالبية الأمر هي الفئة المعارضة المغلوبة على أمرها، المتواجدة بالمعتقلات والسجون والمنفية خارج البلاد. ولهذا في الحقيقة عملية قسم أو عملية العمل على يعني انقسام هذه الهوية خلانا لأول مرة نرى أن النظام الإسرائيلي عندما يعني يحتفل بمثل هذه الجريمة الدولية وهو يغتصب أرضا وعاصمة بصورة علنية، هو الحقيقة النهاردة لا يخفي وجهه، يعني الحقيقة لا يحتاج حتى إلى ماسك. لأول مرة الاحتفالات التي صاحبت هذه الجريمة كانت احتفالات بتغلب عليها حتى الهوية الدينية، فكرة انه القدس من وجهة نظر هذا الكيان هي عاصمة الدولة اليهودية. والحقيقة كل هذا له علاقة بانهم يعلمون انهم عملوا لمدة طويلة على فكرة انقسام هذه الهوية، وتم تغذية هذا الانقسام في الشارع العربي. وكما قلت يعني من أكثر الأمثلة التي يمكن أن نراها بصورة استراتيجية واضحة هو فكرة انقسام هذه الهوية في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية، وأن نرى أن من يتحكم في الأمور هو من يسير بهذه الهوية في الطريق الذي يريده هذا الكيان، في حيث أن من يدافع عن القضية ومن يرى أن القضية الفلسطينية هي في الحقيقة كما أقول دائما هي رمانة الميزان، وهي يعني الأصل في التوازن في العلاقات العربية الإسلامية الإسرائيلية بصورة عامة وفي هذه المعركة الأبدية، فهؤلاء دائما هم المطاردون الذين ليس لديهم في الحقيقة من القوة يعني ما يمكنهم أن يؤثروا في بلادهم في الوقت الحاضر. نعم، أريد أن أبني على ما قاله الدكتور حسام، يعني انقسام أفقي في المجتمعات العربية، النخب التي يمكن أن تولد رأيا عاما عربيا متعاطفا مع القضية الفلسطينية بعد أن مضى عليها هذه العقود مطارد، وإضافة إلى أن إسرائيل تنظم الآن سباق إيطاليا الدولي للدراجات بمشاركة 2 من الدول العربية والشعوب العربية لا حراك بها. يعني برأيك لماذا هذا الغياب؟ ألا يدل على هذا على فتور في الشعور الوجداني من قبل العرب بسبب هذه المعطيات كثيرة تجاه القضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أولا لابد أن نفرق بين الدول العربية. أولا فيه دول عربية تعيش أوضاع صعبة ليس المجال يعني لتعدادها الآن، وهذه الدول العربية مشغولة بحروبها الداخلية وبأوضاعها الداخلية، وبالتالي لا يمكن أن نطلب منها أن تقوم بالدور الذي كانت تعمله. يعني سوريا يعني كنموذج، سوريا التي كانت رائدة في العمل لفلسطين، فلسطين لا يمكن أن نطالب الشعب السوري أن يقوم بهذا الدور وهو يعيش وضع صعب، وكذلك بقية الشعوب الموجودة في. لكن العرب 22 دولة دكتور. أنا أتكلم عن الفئة الأولى، هذه الدول، لكن هناك دول متورطة في المشروع الصهيوني الغربي، يعني هي جزء من المشروع وليست الآن أصبحت في الصف العربي والصف الإسلامي، هي أصلاً قابلت بمبادرات الصهيونية والغربي الأمريكي الغربية الأمريكية، وبالتالي شعوباً أتكلم شعوباً. لا هذه الأنظمة. الشعوب الآن لم تستطع أن شعوب هذه المنطقة الآن مغلوبة على أمرها، هذه المنطقة في هذه الفئتين. بقية الفئة الثالثة من الدول العربية هي الشعوب تتحرك بالإمكانيات الموجودة، وبالتالي ولكن وإن كان عددها قليل لكنها متواجدة وتتحرك، وخص بالذكر هنا دول المغرب العربي التي تتحرك لنصرة القضية الفلسطينية بجميع الوسائل الممكنة ولم تتوقف في يوم ما. كذلك الدول التي فيها هامش من الحرية والعمل فلسطين موجودة، أذكر مثال لبنان والعراق، يعني
تتحرك من أجل دعم قضية فلسطين، وبالتالي الشعوب لم تيأس. العراق ماذا دعم فلسطين؟ الشعوب العراقية. ماذا الآن يحدث؟ العراقيون مقسمون على أنفسهم ومشغولون بلقمة العيش. نعم مقسمون، لكن ليس فلسطين حاضرة عندهم، ليس في أجندتهم. هذا لا يعني أن مشغولون بلقمة العيش والصراع السياسي ولا الصراع الطائفي أنهم قضية فلسطين غائبة عندهم 100%. بمعنى لا يمكن نعطي صورة سوداوية لكل المنطقة العربية والشعوب العربية أنها انسحبت واستقالت من دعم فلسطين، لكن نقول مستوى الدعم انخفض، نعم، لكن ليس هناك نهاية للدعم. حتى في مصر التي كان يتحدث عليها الأستاذ حسام، الشعور والعمل لفلسطين حاضر في المناسبات الكبرى، يعني لا يمكن أن نلغي الدور الشعبي نهائيا، هو حاضر لكن ليس بالوتيرة التي كنا نعرفها في المنطقة العربية. الآن ميزان القوة لصالح العدو، لكن هذا لا يعني، وحلفائه في المنطقة العربية مما أتعب الشعوب العربية، هذا لا يعني أنهم ليسوا متواجدين نهائيا. لكن كيف يستقبل العرب سياسيا واستراتيجيا الذكرى 70 لهذه النكبة؟ اسمح لي أن أتحدث في هذا الموضوع بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير. أسعدكم الله، معكم دائما في الحديث عن النكبة الفلسطينية التي بلغت سن 70 وعلاقة العرب بها اليوم. أستاذ نبيل، ذكرى النكبة تتزامن مع قرار أمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قرار خطير ومصيري ووجودي. السؤال الذي ربما لا يجد له حتى الآن جوابا يعني قطعيا يتعلق بالصمت العربي المطبق تجاه هذه الخطوة برأيك، طبعا باستثناء بيانات إبراء ذمة لعدد قليل من الدول العربية، لماذا خيم هذا الصمت؟ وإذا صح القول صمت القبور على العرب، وإذا قلت لي يعني اللازمة دائما أن الفصل بين الأنظمة وبين الشعوب حتى في مصلحة الأنظمة ليس في مصلحتها السكوت على هذه الخطوة، لماذا صمتوا؟ يعني أخي، الأنظمة انهارت الحقيقة، لم تعد أنظمة بالمعنى الـ يعني الاصطلاحي للكلمة في علوم السياسة في علوم التاريخ. الأنظمة انهارت بمعنى إما أنها مرتبطة ارتباطا كاملا بالجهات الغربية، أو أنها الواقع تدافع عن سلطتها وتقتل شعوبها سواء تحركت باسم القضية الفلسطينية أو لم تتحرك. الأمر الآخر الواقع اللي يعني أحب أن أشير إليه فقط، يعني بالذات دور سوريا، لأن دور سوريا لعب الواقع دورا محوريا كان في الفترة الماضية. دور سوريا الجديد في خدمة الواقع المشروع الصهيوني بدأ الواقع في تل الزعتر من خلال المذبحة التي جرت، وانتهت الآن إلى وصلت الآن إلى اليرموك. فكيف نقول بأن الواقع سوريا أو العراق أو سواها كانت في قضية فلسطين؟ تقصد مخيم اليرموك في دمشق؟ مخيم اليرموك في دمشق الذي هو كان يسمى عاصمة الفلسطينيين في الشتات، الواقع وصل إلى مستوى الدمار النهائي أيضا. يعني الدور الذي قام به الواقع هذا العهد القديم منذ 40 سنة حتى الآن كان جزءا من ما ساهمت به الأنظمة الأخرى بصورة أخرى بأدوار أخرى. لكن بغض النظر عن ذلك، الواقع الدور الأخطر من ذلك هو دور النخب في بلادنا، ولا أستثني اتجاها معينا من هذه النخب الإسلامية العلمانية. نحن عندما أصبحنا نتحدث عن قضية الفلسطينية وليس قضية العرب والمسلمين بفلسطين والقضية الإنسانية المشتركة بفلسطين، أصبحنا نحن نساهم الواقع في نشر هذا الشعور العام بأن هذه قضية فئة من الناس اللي هم الفلسطينيون، هذه قضية يمكن أن نقف منها موقف الدعم أو التضامن أو التعاطف أو لا نقف إلى آخره. الواقع من البداية كانت نكبة فلسطين قبل 70 سنة كانت من البداية موجهة لشعوب المنطقة ككل، موجهة للمنطقة ككل، شعوبا وأنظمة وحضارة وثقافة وسياسة واجتماعا وتاريخيا تاريخا. بالتالي الواقع يجب نحن أن نعود
النخب أعني بذلك، يجب أن تعود الواقع إلى إعطاء الصيغة الحقيقية لهذه النكبة التي هي نكبة الجميع وليس نكبة فلسطينيين فقط، وأننا لا نستطيع أن نتحرك إلا عندما ننظر إلى قضايانا كقضية مشتركة أحد وجوهها هي قضية فلسطين، الجانب الفلسطيني، قضية التخلف، قضية الاستبداد، قضية الاستغلال، قضية الفساد، كل هذه القضايا الواقع مرتبطة ببعضها بعضا، ومنها أيضا قضية التبعية للعالم الغربي الذي أوجد هذه القاعدة. كيف تعود النخب أستاذ نبيل؟ كيف تعود النخب إلى أداء دورها كما تفضلت، وهي التي تلعب دورا حاسما في منع الانفتاح الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني؟ يعني الآن الحلم التطبيع الثقافي وحلم التطبيع السياسي مع الدول العربية، تقف النخب العربية حجر عثرة في هذا الطريق. يعني دعني لا أعمم الواقع على جميع النخب، هناك من النخب الواقع من اعتبر القضية من البداية قضية العرب المسلمين ولا يزال، ويسمي القضية قضية الإسلامية، القضية العربية إلى آخره، فلا أعمم على جميع النخب، ولا شك بأن النخب الآن في وضع متأزم لأن وضع المنطقة ككل متأزم، موضع المنطقة بمنظور قضية فلسطين أو قضية سوريا أو قضية مصر، موضع المنطقة من حيث قضية الآن الخلاف الذي يجري مع إيران أو إلى درجة الاقتتال، جميع الواقع المنطقة الآن متأزم وضعها، ومنها النخب أيضا، ولكن يوجد من النخب أيضا من يستطيع الواقع أن يجدد من جديد، وألا تفقد قيمتها كنخب، تفقد الحق في أن تستخدم هذا الاصطلاح النفسية، النخبة التي هي متقدمة على سواها المفروض شعوري وفكريا ورؤية وعقيدة وقومية أيضا بكل هذه الجوانب، المفروض الواقع أن تستطيع أن تكون أول من يخرج من قفص الأزمة وقفص النكبة إلى قفص الرؤية المستقبلية والرؤية المشتركة الجماعية للجميع، بحيث تحيي من جديد. المطلوب من النخب أن تطرح المبادرات، أن تطرح الطريق. الواحد عندما يدعو النخب مو مع ذلك هو يرضى عن عملها أو يقول والله هي أو لا يرى عملها، خاصة النخب المرتبطة بالأنظمة أو المرتبطة بالمشروع الصهيوني أو حتى بغيره من مشاريع الهيمنة في المنطقة، ولكن الذي نرجوه هو الواقع، النخب هي البداية من أجل التغيير، نحن نرجو ذلك، وإلا لا يبقى إلا جيل المستقبل الذي يتحرك كما يتحرك الآن في غزة وفي سوريا وفي غيرها، أن يصنع الواقع لنا نخبا جديدة تكون على مستوى المسؤول وعلى مستوى أداء الأمانة في قضية فلسطين وسواها. نعم. دكتور حسام، يعني في ظل هذا الحديث الذي يقال عن تراجع الأنظمة العربية وانهيارها كما وصفها الأستاذ نبيل شبيب، يعني في ظل واقع جديد تغولت فيه طهران على المنطقة العربية وسيطرت على القرار في 4 عواصم عربية ورفعت أذرعها من خلال الميليشيات العراقية واللبنانية وحتى في سوريا الآن، رفعت شعارات تطهير طائفي في قلب المنطقة العربية وتحمل مشروعا إحلاليا، إيران تحمل مشروعا إحلاليا تمثل في العراق وفي سوريا، ألا يقدم هذا نوعا من التبرير للانكفاء الرسمي العربي عن إسرائيل والالتفات إلى إيران برأيك؟ أعتقد في الحقيقة إن 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 يعني أنا لا أتفق على إن دور إيران في الحقيقة، دور إيران متواجد منذ فترة كبيرة، ويبدو أنه في الحقيقة هو كارت بيتم استخدامه عندما يحين الوقت. أنا أعتقد أن يعني دور إيران حتى في المنطقة كدولة بتمثل أو بتمثل نوع من التوازن القوى، يعني مع التدخل الأمريكي والتدخل الإسرائيلي بغض النظر طبعا عن عدم التدخل في شؤون الدول، لكن في الحقيقة إذا نظرنا من الناحية السياسية الاستراتيجية البحتة، هنجد أن دور إيران في الحقيقة المفترض أنه يعني بيلعب نوع من التوازن في عملية الصراع القائم دائما وعملية وجود أنظمة بتحاول السيطرة، خاصة النظام الأمريكي والنظام الصهيوني على الأنظمة العربية في نفس الوقت. لكن أعتقد أنه نحن نواجه مرحلة جديدة، هذه المرحلة يعني تعدى فيها العالم في مواجهة مشكلاته عمليات التنظير اللي احنا في الحقيقة في المنطقة العربية يعني بنبرع فيها منذ فترة كبيرة. أعتقد أن صلب الموضوع له علاقة بفكرة الديمقراطية والحريات، يعني لعلنا ننظر سويا
إلى تركيا، ونرى ما هو موقف تركيا في مواجهة ما يحدث مقابلا لموقف باقي الدول العربية وباقي هذه الدول. هنجد أن في الحقيقة الدولة الوحيدة التي من الممكن أن نزعم أن لديها يعني نوع من الديمقراطية وانتخابات حرة هي تركيا. باقي الدول العربية وهي في غالبيتها أنظمة قمعية بعيدة عن الحريات وبعيدة عن الديمقراطيات، في الحقيقة شعوبها ليس لها أي دور فيما يحدث في هذه البلاد، وحكامها يعتمدوا على التبعية الغربية والصهيونية للاستمرار في كراسيهم وفي مناصب حكمهم. فالمشكلة الحقيقية في المنطقة العربية هي غياب الحريات والديمقراطية. لعلنا نتذكر سويا أنه عندما يعني جاءت لمصر الفرصة في أن تتحرر وأن يكون هناك رئيس منتخب لأول مصر في مصر لأول مرة في مصر، وأقصد في بهذا الموضوع الدكتور محمد مرسي عند انتخابه، لعلنا نتذكر سويا كيف كان حال القضية الفلسطينية في هذا الوقت، وكيف جاءت إسرائيل لكي تطلب من مصر التدخل لإيقاف صواريخ حماس التي تسبب مشكلة لدى إسرائيل. في الحقيقة الحل هو أن يعني تعود المنطقة للديمقراطية، الحل هو في الحريات، الحل هو في الحقيقة في أن يعني نعلم أن العالم بأسره عندما ينظر إلى القضية الفلسطينية كقضية إنسانية، وعندما يذرف الدموع على الأطفال وعلى الصواريخ، هذه الحالة الإنسانية المؤقتة لا تقوم بحل أي أشياء. وأنا يعني اسألني حضرتك عن الأمم المتحدة وعن الغرف المليئة بالصور والاسطوانات المدمجة بالأحداث التي يعني يمكن أن يبكي عليها العالم لقرون قادمة. هذا لا يحل أي شيء، لا يوجد أي حل للنكبة الفلسطينية ولا للمشكلة الفلسطينية إلا في عودة الحريات والديمقراطية لو إلى الشعوب العربية، لو أذنت لي دكتور حسام بيد هذه الشعوب تقرير نعم. مصر لو أذنت لي بتأخير ماذا يمكن أن يساعد الفلسطينيين في قضيتهم، تأخير هذا الحديث حتى ما بعد الفاصل في المحور الأخير. أستاذ إدريس، يعني في سيرة يعني بمناسبة الحديث عن المرحلة الجديدة، إلى أي مدى نحن الآن أمام مرحلة جديدة قرر فيها العرب الانسحاب من المواجهة مع إسرائيل لأي سبب، تريد خيانة، عدم القدرة على المواجهة، عدم امتلاك أدوات الصراع إلى آخره، إلى أي مدى قرروا الانسحاب من المواجهة وترك الفلسطينيين لوحدهم في حمل عبء المواجهة مع الكيان الصهيوني في المرحلة المقبلة؟ أنا أولا أريد أن أوضح، ليس كل العرب انسحبوا من القضية سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، هذه قضية مهمة. ربما الإخوة في المشرق العربي متأثرون بواقع المشرق العربي والأنظمة الحاكمة في المشرق العربي، هي فعلا أغلب الأنظمة إما متورطة في حروبها الداخلية أو أنظمة متواطئة مع المشروع الصهيوني الغربي. هذه الصورة في المشرق العربي، وأتفق مع الجميع، وربما هذا الذي يغلب على النظرة باعتبارهم كلها دول تتوق فلسطين، وبالتالي الصورة هي الغالبة على المشهد، مشهد القضية الفلسطينية. لكن هناك شعوب ما زالت تسند القضية الفلسطينية وتدافع عليها، كالشعوب وعلى رأسها في المغرب العربي الجزائر وتركيا وإيران وماليزيا ودول كثيرة. يعني ما هي مظاهر هذه المظاهر في هذه؟ معذرة أستاذ إدريس، يعني في هذه النكبة دعت النخب والفعاليات الفلسطينية، المؤسسات الفلسطينية إلى تظاهرات، لم نلحظ وجود تظاهرات حقيقية باستثناء لبنان، آلاف تعد على أصابع اليد الواحدة وجلهم من الفلسطينيين، بضع مئات في تركيا، مئات قليلة جدا في الأردن، أين الشعوب العربية تتحدث عنها؟ لا نربط نفسنا بهذه اللحظة التاريخية وبهذه الدواء فقط، لأن لو نربط نفسنا بلحظة تاريخية كنا نتحدث عن هذه اللحظة. لا، الشعوب في 6 ديسمبر الفارط إن عندما أعلن ترامب القدس عاصمة للدول الكيان الصهيوني، رأينا الجواب من الشعوب العربية، خرج الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وشعوب العالم الحر لمساندة الفلسطينيين في قضيتهم. وعندما نقلها لم يتحرك أحد. لا، المهم القرار هذه اللحظة، لا نقول بأن الشعوب ماتت، والشعوب لابد أن تخرج في كل لحظة، الشعوب متحركة، الدعم المالي موجود، الدعم الإعلامي موجود، الدعم السياسي موجود.
موجود. يعني الدول الآن عندما نتحدث على أنظمة عربية متواطئة، هناك أنظمة وحكومات في دول هي تسند الشعب الفلسطيني. عندما يدعى إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي يكون هناك تعاون تركي إيراني ودعم جزائري لهذا المسار، فهذا يعطي للأمة زخم كثير. هذا أتكلم على المستوى الرسمي، كذلك هناك عمل شعبي متواصل ولم يتوقف في يوم من الأيام. لا نحصر الأمر في المظاهرات أو في منطقة جغرافية معينة. أنا أتفق مع الإخوة أن المنطقة جغرافية معينة وبدول بعينها، وهي دول الخليج العربي الآن دخلت في المشروع الصهيوني الغربي لتسوية القضية الفلسطينية بالشكل الذي يريدها الغرب، وهناك دول هي دول المقاومة الحقيقية، العراق وسوريا ومصر، التي كانت طيلة التاريخ تدعم القضية الفلسطينية. هناك تعيش أوضاع صعبة، ولا ننسى اليمن كانت تعيش الآن أوضاع صعبة وحروب داخلية مما أخرها على دعم الفلسطيني. هذا لا يعني أن الأمة، نتكلم على أمة وليس منطقة، الأمة العربية والأمة الإسلامية حاضرة في الوجدان الشعبي وحتى في القضية. القضية ليست شعارات وعواطف أستاذ إدريس، بقدر ما هي واقع يتجسد على الأرض غير مرئي حتى الآن. ليست شعارات. عندما نتحدث عن الدعم الذي تلقاه غزة ويتلقاه شعب غزة ماليا وإعلاميا وسياسيا، هذا ليس شعار. أهل غزة لا يقاومون لوحدهم، لم يصمدوا لوحدهم، وإنما صمدوا بدعم الشعوب، بدعم الأنظمة التي تقر بأن قضية فلسطين قضية عادلة. الغزاويين لم يقاوموا ولم يصلوا إلى هذا المستوى المقاومة ومن هذا الصلابة من المقاومة إلا بدعم الخلفية العربية والإسلامية. ثم من يقول إن الغزاويين تحركوا لأنهم يأسوا من الحصار المطروق حولهم وليس لأنهم تمتعوا بصلابة آتية من الخارج. لا، هي مجمعة مع بعضهم. لم تتوقف غزة عن النضال وعن المقاومة وعن محاربة العدو الصهيوني، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يقام إلى ما لا نهاية إلا إذا وجد السند والدعم من، وهذه كل الشعوب وكل الثورات وكل المقاومات التي شهدها العالم كانت تستمر بالدعم الخارجي والأصدقاء والذين يعتقدون بأن هذه القضية عادلة. لهذا شعب غزة يقاوم ويقدم أحسن الأمثلة. نرى ذلك في الشعوب الآن. الشعوب تجمع الأموال لغزة، وفلسطين تجمع الدعم الإعلامي متواصل والدعم السياسي متواصل. ربما تمظهر الخروج الشعبي في الشوارع، ربما فترات تأتي فيها. لا ننسى أن بعض الأنظمة لا تسمح ليس أنظمة كلها تسمح بخروج الجماهير إلى الشوارع، لكن في مجمله هناك توجه وهناك قوة تتكتل من أجل دعم فلسطين. هذا لا يعني أننا لا نغفل الدور السلبي للأنظمة العربية وبعض الشعوب المغلوبة على أمرها الآن التي لا ننسى تاريخها في دعم القضية الفلسطينية. وإن كان كلامك في نصرة الشعوب العربية للقضية الفلسطينية يتعارض مع ما قاله الدكتور حسام الشاذلي في فيينا من أن تأثير الشعوب العربية يحتاج إلى بيئة ديمقراطية وهي غير موجودة في جل الدول العربية. دعني أتحول إلى نبيل شبيب. يعني في ظل تعثر المد الثوري العربي وما يبدو أنه يعني ترك الفلسطينيين لوحدهم يواجهون مصيرهم، ما مدى قدرة الفلسطينيين وبالتحديد الغزاويين على الصمود في مواجهة هذه الآلة الصهيونية يعني غير المتكافئة؟ يعني نحن نتحدث عن الفلسطينيين وأنهم وحدهم وأنهم كذا، ثم نقول بأن الواقع هم يعني في وضع عسير جدا. لا ننسى أن النكبة التي عمرها 70 سنة لا زال يوجد فيها شعب قادر على أن يتحرك رغم كل الظروف التي تستدعي اليأس وتستدعي القنوط وفي وضع الحصار الذي هم فيه، فهم يتحركون رغم كل ذلك. الأمر الآخر، عندما نتحدث عن موات الشعوب ليس هناك مقياس لحتى تقيس به وتقول هذه الشعوب وصلت إلى درجة الموات سواء بالنسبة لقضية فلسطين أو سواها، فإنما هي وجهات نظر من شتى وجهات النظر التي نعرفها. ولكن نحن عندما كنا نتحدث عن موات الشعوب قبل الثورات التي الآن ذكرتها، الواقع كنا نعتقد بأن هذه الشعوب لن تتحرك على الإطلاق، وفجأة فاجأت الجميع بهذه الثورات من تحت الأرض إذا صح التعبير، التي يشهد لها الجميع بأن الواقع كانت هناك طاقة كبيرة من أجل استعادة حريتها وكرامتها التي نؤكد عليها الآن في هذه الحلقة أيضا، عندما نتحدث بأننا نحتاج إلى بيئة. هذه البيئة يجب أن نوجدها، والشعوب تحركت من أجل ذلك، وشعب فلسطين ما زال قادرا على التحرك رغم النكبة التي مرت به منذ 70 سنة حتى الآن، ورغم الواقع حذلان الأنظمة له، ورغم أن الشعوب أصبحت منشغلة بنفسها أو
مغلوبة على أمرها بالتعبير الآخر. يعني كل هذه الأمور الواقع تشهد إلى أننا نتحرك في اتجاه صحيح وليس في اتجاه خاطئ. نحن الآن في قعر المنحدر، ولكن لا أعتقد أن هناك يعني قعر أبعد من ذلك. بالتالي الواقع نعم، الشعب الفلسطيني قادر على الاستمرار لأنه أثبت ذلك على مدى 7 عقود، والشعوب العربية والإسلامية قادرة على التحرك لأنها أثبتت أنها حتى في أشد الظروف قادرة على أن توجد طاقات جديدة. البيئة التي تحدثت عنها، إلى أي مدى مسيرات العودة التي يخوضها الفلسطينيون الآن قادرة على إيجاد هذه البيئة؟ هذا ما أبحثه مع ضيوفي بعد فاصل أخير. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور حسام الشاذلي، اليوم الفلسطينيون يتحركون منفردين لوحدهم في صورة مسيرات عودة، ما الجدوى السياسية والاستراتيجية برأيك من هذا الحراك في ظل الأوضاع الراهنة؟ أعتقد أن ما يحدث الآن ومسيرات العودة هي في الحقيقة من أهم التكتيكات التي يقوم بها الإخوة الفلسطينيون حاليا، وأعتقد أنها بداية لمرحلة جديدة. يمكن أنا كما ذكرت أني أعتقد أن عملية نقل السفارة هي فيها نوع من البشارة كما ذكرت في مقالي الأخير. في الحقيقة أعتقد أننا كان لدينا نوع من الفترة الطويلة. لماذا هي بشارة؟ يعني المتواجد بها الكثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها، والأقنعة والحديث عن المفاوضات وعن المساعدات الفلسطينية من قبل بعض الدول فالحقيقة نحن الآن نواجه حالة واضحة وصريحة، بمعنى أن كل الأقنعة سقطت. أصبح من الواضح تماما ما هي يعني الأنظمة والحكومات التي تساند عملية التطبيع وتقوم بها بصورة واضحة وبصورة جلية بدون أدنى شك. أصبح من الواضح أن المرض قد تم تشخيصه، بمعنى أنه في الحقيقة الآن نحن أمام مواجهة مباشرة، ولذلك أي عملية تكتيكية لها علاقة بإحياء فكرة الصراع العربي الإسرائيلي كما ظهر في عملية المسيرات العودة، أعتقد أنه يعني ده بينبئ ببداية لمرحلة جديدة لن يجد فيها هؤلاء الحكام وهذه الأنظمة نفس يعني الإمكانيات التي كانت متاحة مسبقا لعمليات التأجيل والمفاوضات والمراوغات والتي دفعت الشعوب العربية ثمنها في مقابل بعض الأنظمة والحكام الذين يمكن وصفهم في حالة ما بالعمالة والخيانة للكيان الصهيوني على مدى فترات طويلة. لكن في الحقيقة نحن الآن أمام حالة تشخيصها واضح، سقطت جميع الأقنعة، أصبح من الواضح أننا في حاجة إلى أن نمشي ونسير وراء هؤلاء الحكام الذين يواجهون مسؤوليتهم والذين يحاولون توفير الديمقراطية والحريات لشعوبهم، في حين أننا يجب أن نحرر هذه الدول التي يعني يتم حكمها الآن بمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني كدولة لها حقوق ويعملون على إنهاء الحق الفلسطيني بصورة كاملة وبصورة تدريجية وفي ظل رعاية أمريكية واضحة. فأعتقد أننا على أبواب مرحلة جديدة. مسيرات العودة هي الإرهاصة الأولى والخطة التكتيكية التي أحيت كم أن دماء الشهداء هي نور ونار، من الممكن أن وضحت يكون الفكرة بداية لتحرير ولكن فلسطين. لكن أريد أن أسأل نبيل، يعني ما مدى إمكانية أن توفر هذه مسيرات العودة هذه وزخمها، يعني القدرة على عرقلة ما يبدو أنه استسلام عربي إلى الحضن الإسرائيلي في هذه المرحلة باختصار؟
يعني هي نجحت في ذلك من حيث أنها أثبتت بأنها قادرة، الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه وبمستقبله وبعودته إلى بلاده وبقضيته، هي أثبتت ذلك بشكل فعلي. الواقع نحن لا نحتاج إلى مسألة الإجراءات العملية فقط التي نراها، وإنما يجب الواقع أن نرى من وراء ذلك، وهذا ما قال به من منظموا هذه المسيرات في غزة بصورة خاصة، قالوا نحن لا نتوقع أن تتحرك القضية بين ليلة وضحاها في اتجاه آخر، ولكن نتوقع أن نكون قد زرعنا نقطة معينة لعدم التسوية للقضية بالشكل يعني تصفية القضية بالشكل الذي يسعى إليه الطرف الآخر في الوقت الحاضر. وأعتقد أن هذا نجاح كبير، نرجو أن يكلل بنجاح آخر أو أوسع من ذلك عندما ننتقل بقضية فلسطين إلى مستوى العربي والإسلامي ككل، على المستوى الشعبي وأقول على المستوى النخب بالدرجة الأولى. لكن دعني أنقل لك رأيا مطروحا نبيل، يعني إذا جاءك من يسأل عن أن ما الجدوى السياسية والاستراتيجية لهذه الدماء التي نزفت على أرض غزة، هل حجم القتلى والجرحى يتناسب طردا مع حجم او مع قيمه القيمه السياسيه والاستراتيجيه التي يحصلها العرب من هذه المسيرات؟ دعني اقول بكل صراحه، هذا من أسوأ الاسئله التي يمكن ان تطرح. يا اخي القضايا الكبرى دائما كان فيها دماء الى حد بعيد، نحن ننزعج ونتالم لكل قطره دم من اي انسان على الاطلاق، المسلم وغير المسلم، العربي وغير العربي، ولكن رغم ذلك الواقع لا يوجد قضيه يمكن ان تحركها الا عن طريق تقديم التضحيات ايضا، نحن نعلمها عن طريق تاريخ اوروبا الواقع مليء بذلك حتى وصلت الى البيئه الديمقراطيه والحريات. هل هناك ملامح مشروع يقود هذه المسيرات يعني أستاذ نبيل؟ لا نستطيع اللحظة الراهنة أن نرى ماذا سيحدث غدا، ولكن نقول بأن هذه حركة أولى نرجو أن تمتد في الأفق المستقبلي إلى تحريك أوسع نطاقا على المستوى السياسي أيضا وعلى مستوى على واقع على أرض الواقع. نعم أختم معك أدريس، يعني ما الذي تحتاجه هذه مسيرات العودة هذه حتى تؤتي أكلها وحتى تحتفظ بزخمها وحتى لا تذهب الدماء سدى؟ هي لن تذهب ولا قطر دم شهيد واحد سودان، وإنما هي قطرة في بحر المقاومة والثورة التحريرية الكبرى لفلسطين عاشتها الجزائر عندما ضاعت من الأمة الإسلامية سنة 1830 وغابت عن الأمة طيلة قرن وثلث القرن، يعني ضعف سنوات النكبة، يعني ضعف سنوات النكبة. إذا ضاعت فلسطين 70 سنة فالجزائر ضاعت قرن وثلث قرن، لكن لم يأس الشعب الجزائري وأعادها إلى حضنها العربي والإسلامي بفضل الدماء التي سالت من نصرة للوطن ونصرة لاستعادة هذا الوطن. أعتقد أن دماء الفلسطينيين ودماء شهداء غزة ستعيد القضية إلى جوهرها، ستعيد القضية، لابد أن يقدم الجميع التضحية المطلوبة. أنا أعتقد أن الفلسطين في الطريق الصح، كل قطرة هي إضافة، كل قطرة هي إضافة نحو طريق المقاومة والتحرير النهائي لفلسطين. نحن في الطريق الصحيح رغم المكائد رغم المؤامرات، لكن الشعوب تملك زمام أمرها، وستكون الأيام القادمة أيام نصر وتحرير وليس أيام نكبة وتراجع. ولنتحدث عن النكبة عندما نرى أن جزء من فلسطين الآن هو محرر على الأرض، فنحن في تقدم وليس في تراجع. الأرض فلسطين 48 الآن جزء منها محرر وجزء منها يتحرك من أجل تحرير بقية الوطن. إذا نحن في وضع نعتقد أنه الوضع صعود وليس وضع هبوط للأمة العربية والإسلامية، وستعود فلسطين قريبا إن شاء الله. أشكرك وأرجو ذلك، أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي معي في الاستوديو، إدريس ربوح المحلل السياسي، ومن إسطنبول نبيل شبيب الكاتب والمحلل السياسي، وكان معنا أيضا عبر سكايب من فيينا الدكتور حسام شاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نرجو أن نكون وفقنا في تقديم المفيد في هذا الظرف العصيب والحساس الذي تمر به منطقتنا العربية. إلى اللقاء.